علي رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين دينيا بالدار البيضاء. هذه من أكبر الجمعيات العاملة في الإعاقة الدينية في المغرب، إذن والحاصلة كذلك على أحسن جائزة في العمل الخيري في الوطن العربي. شكرا. أستاذ، شنو المشاكل اللي عند الجمعية؟ سمعت الجمعية أنها تعاني بعض المشاكل، شنو هما المشاكل؟ الدليل على انه كنا عايش بمشاكل لانه هناك عده وقفات احتجاجيه جد صعبه، نقولها بكل مفهوم ديال صعبه، انه كانت غاسدي بالاباء كذلك الهاويه، لانه كاين ظروف اللي خصو يعرفها المسؤولين، انه لما الاب ولا الام تيكون عندها الاعاقه في الدار وتتكون الهشاشه وتكون الجهل كذلك والفقر، راه شيء خطير. كيفاش هاد السيد هذا او هاد الام كيفاش غتعبر الا ما عبرش، الا ما تصنتش للمسؤولين، الا ما تتفرغش الا في الشارع، اذا في الوقفات احتجاجيه. وما ربنا رجعت شي وقفات كانت خطيره جدا، انا تنقولها باقي نقولها. والحمد لله على كل حال انه لا السلطات المحليه في شخص السيد العام المحترم، وكذلك الوزاره اللي خدات المبادره وصفتات واحد اللجنه ككاتب العام والديوان ديالها، وحضروا في واحد اللقاء واللي كان مثمر على كل حال وخرج بنتيجه. سبب الوقفات هو التواصل اللي هنا دائما تنادي به، تنادي لانه شنو تعطيو تنقولوا التواصل. لما تنقولوا التواصل من اجل الجمعيه توصل المشاكل الهموم ديال هذه الشريحه من المجتمع، اللي هي انه الجمعيه تتكلف بعد 560 طفل، ولكن هذا ماشي مشكل الجمعيه، هذا مشكل ديال الدوله، اذا خصها تصرف عليهم. خص اتفاقيه تكون شفافه ومعقوله وكما ترضى الوزاره ونرضاو حتى حنا كذلك بديك الاتفاقيه، في حين هو هذا الاصل ما كاينش، كان غير اللي قالتها تاع الوطني هو اللي كاين، يعني حنا تنسيني، وهذه هي الخلاصه. ولكن اليوم في هذا النهار شفنا الوزيره الى وين هذا، شفنا انه هناك تغيير. اذا تنتمنى انه ما نكونش مخطئ في الظن ديالي في الوزيره اللي سمعتها وتكلمت معنا كاتحاد في واحد اللقاء اللي كان في الرباط بعد واحد الوقفه احتجاجيه اللي كانت في الرباط هذه واحد الاسبوع، وخرجت مسرور بكل صدق انه خدات المبادره انه تحل المشاكل، ماشي غير ديالنا احنا ولكن ديال الجميع. هذا هو الخلاصه. استاذ، على ذكر الدين ديالك ان كانت وقفه في الرباط، تحدث لنا عن الوقفه. هي وقفه نقول لكم بكل صدق، هي كنا وجدنا واحد الوقفه احتجاجيه غتكون كبيره، بما انه احنا كجمعيه غنشاركوا بها ب 300 واحد ولا 350 واحد، غير احنا كجمعيه الدار البيضاء وجدنا لافتات وجدنا واحد راه فيها مصاريف هذه الوقفه. ولكن ملي ربطوا معنا اتصال تغيرت الوضعيه ديالي انا كشخص، نهضر على راسي، اذا وليت شاركت غير ب 10 الناس و 12 الناس، لانه انا كهذا وجهه نظري ديالي، ماشي ما نهضرش اتحاد، تنهضر وجهه نظري. مادام كان هناك يد ممدوده من طرف الوزاره وانه بدات الحوار، لا داعي، تنقولها الجمعيه والاخوان ديالي ديال المكتب حتى هما مشوا معايا في الاتجاه، لا داعي للوقفه. استاذ، الاطر اللي ما كتلقاش اجور، تنتمنى انه راه هذا الشيء هضرنا معي مع الوزيره، تنتمنى انه لا داعي لان مثلا فكرنا في هذا الشيء تيهضرني راسي بعدا. تنتمنى انه في المستقبل في هذه الايام هذه المقبله من هنا للسته انه تكون عاوتاني الوزاره دفعتنا الفلوس باش نقدروا نخلصوا هذه الاجور، وماشي غير الاجور ديال الناس، لانهم تنسمع الاجور ديال الناس راه بما فيهم الاطر، السائقين، النظافه، راه كان واحد المجموعه ديال الناس تيقسي بوحدين وتيعطي بوحدين. شحال تقريبا من العدد ديال الاطر؟ 186 اطار اللي كاينين خدامين في الجمعيه، يعني تنقول لك 70 مليون الصالير في الشهر، يعني هذه راه جمعيه ذات منفعه العامه، وكذلك مقاوله انه تنشوفوا في الدوله اليوم غير مقاوله تخدم ثلاثه ولا اربعه ديال الناس تيعطيوها الدعم غير في التوظيف. لان اللي مخدم 186 واحد انا ماشي خصني التوظيف، خصهم يعطيوني دعم غير تسير، الا خدمت هذا العدد ديال الاطفال راه ديال الاطور راه خصهم يعاونونا. اذا على كل حال نرجعوا لنقطه الصفر، انه تنتمنى الوزيره انه كما احنا تقنا فيها اليوم وعطيناها
وديناتنا وتصنت لها وخدينا وعطينا الثقه، يعني رجعنا الثقه اللي كانت فقدات بكل صدق نقولها لك. ولكن تنتمنى انه تكون عند حسن الظن ديال هاد المسؤولين، دي مش غير ديالي انا، جميع الجمعيات. راه كاين جمعيات اللي اليوم باقي ما خدوش الدعم ديال 2021. اذا هذا الشيء تيضرنا في خاطرنا حنا الا باقي بحال هاد بحال الشيء باقي تنسمعوا انا تيضرني خاطري. كنتي فقدتي الثقه واقيلا في الوزاره من بعد ما تحدثت معاك، واش رجعت شويه ديال الثقه؟ بطبيعه الحال شوف، حنا المغاربه هما هادو، غير اللي تيكون الانسان تتفقد مع الثقه، ولكن ملي تيعاود يرجع معك المفاوضات والحوار تتقول تتنسى الماضي. هذا هو النسيان، الحمد لله بالنسيان خلق الله سبحانه وتعالى. اذا الحمد لله على كل حال. وقيل بالتواجد ديالكم هنا في المؤسسه كتنساو الهموم ديالكم وكتفكروا طبعا هذا الحال هو فتح بالحال. شوف خصك تعرف على القضيه انه هنا زاويه، وهذا العمل اللي تنقوم به حنا راه عمل خاص، ماشي من طب ماشي عادي، لانه تنخدموا الخدمات ديالنا مع واحد النوع الاعاقه اللي هي عميقه، واللي الله سبحانه وتعالى تيعتبرها انه ملائكه. اذا لا نقول لك بكل صدق، العمل ديالنا والله ما غادي يمشي هباء منثورا، غادي يمشي من اجل الله سبحانه وتعالى غادي يخلصنا. ولكن لا ما نساوش حقوق ديال هاد الناس اللي وصى عليهم الدستور، وصى عليهم كذلك جلاله الملك الله ينصره طول عمره انه داير مجهود في هذه القضيه هذه ديال الاعاقه، انه عاطي واحد الاهميه كبيره لهذا المجتمع. تنتمنى انه يمشي المسؤولين في هذا الاتجاه هذا. وشكرا جزيلا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.